تمام يا دكتور، هو لسه ما بدأش الريكورد يعني، بس ايوه تمام كده. طيب، حد فيكم يسجل؟ ابتديتوا تسجلوا حد فيكم؟ ايوه دكتور بدأ. تمام، اوكي. انا كده، انتوا شايفين المحاضرة؟ شايفين الباوربوينت؟ ايوه واضح قدامنا يا دكتور. اوكي، والصوت كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين جميعا. برضو هنكمل سلسلة محاولة ان احنا نوضح لكم بعض الامور اللي مخفية عليكم، والحاجات البيزك من الحاجات البيزك جدا 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 في دراسة الطب عامة، مش في جراحة بس، حاجة اسمها ليمفالوباثي. هنفهم المحاضرة دي ان شاء الله جزء كبير، يعني ايه ليمفالوباثي. ليمفالوباثي ده شيء كومون في كل حاجة، في النساء، في الأطفال، في البطنة، في كل البرانشات، لأن ده شيء زي ما هتشوفوا في نهاية المحاضرة إن هو سيستم جوينينج في كل البرانشات. الليرنينج اوبجيكتيف بتاع المحاضرة دي أو في نهاية المحاضرة دي المفروض إن كل واحد يسمعها يعرف إيه. أول حاجة knowledgeable of nodes distribution and anatomical draining area، يعني نعرف الليمف نودز ديستريبيوشن في البودي فينز وبتدرين انهي ارياز بالظبط. ايدنتيفاي كوزز اوف ليمفادينوباثي، يعرف الكوزز ونيوريت ات. انديكيشن فور نودال بايوبسي، هي دي الحاجه المهمه في الجراحه بالنسبه للليمفادينوباثي، لكن لها انديكيشن بسيط، وعشان كده هتطلع في الاخر خالص عشان افهمكم ان مش اول حاجه في الليمفادينوباثي البايوبسي. لازم تعمل ابروتش تو ذا بيشنت لينفالنوباسي، يعني بيشنت ليك في العياده جه عنده لينفالنوباسي، هتعمل له ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه. واخر حاجه ديفرنشيت بيناين اند مالينجنت انس، وديفرنشيت بتوين لينفالنوباسي اتسيلف واذر ثينجز ذات كان ميميك لينفالنوباسي. معلش انا هبتدي المحاضره بطريقه غريبه شويه، ان انا هقول لكم كيس بعضكم هيفهمها بعضكم مش هيفهمها، ولكن اللي انتوا تقدروا تفهموه من المعلومات اللي هكتبها جاوبوا على السؤال. الراجل اللي معانا ده 41 years old male teachers، عنده right side cervical nodes او cervical mass right side. في جمله واضحه جدا هقولها مرتين: any cervical mass is a lymph nodes enlargement until proved otherwise. Any cervical mass is a lymphadenopathy until proved otherwise. لكن لو الجملة دي اتقسمت إلى lateral neck swelling هيبقى أول سبب lymphadenopathy، midline neck swelling هيبقى thyroid. ودي نقطة لازم تفهموها في أسئلة الـ MCQ، رأس السؤال ممكن يتلعب فيه يغير الإجابة خالص. يبقى هقول تلات جمل تاني: most common presenting cervical mass is lymph node until proved otherwise. Most common presenting lateral neck swelling is lymphadenopathy. Most common presenting midline neck swelling is a thyroid until proved otherwise. طيب الراجل ده lateral neck swelling، فاحنا بنعتبر ان هو lymphadenopathy، وده ما عنده من 1 week. هو hypertensive لكن controlled ونو fever chills or weight loss. He denies any sore throat, ear pain or dental problem. He has a 1 cm clinically. We can find a 1 cm anterior cervical lymph node, which is firm, non-tender, and freely mobile. His head and neck examination is unremarkable. No skin lesions are evident. No other lymphadenopathy is found. السؤال دي الاوبشنز اللي عندكم، كل واحد فيكم يبص في الاوبشنز لغايه ما يقفل الشباك ويختار في عقله الإجابة يختار فعاله الإجابة اللي هو شايف إن هي مناسبة وصح، ويخليها فعاله لغاية آخر المحاضرة ويشوف الإجابة دي صح ولا غلط. طيب كلام بقى جنرالي وديفينيشنز جنرالي، يعني إيه الليمفاتيك سيستم؟ إيه حكاية الليمفاتيك سيستم ده؟ إحنا عارفين سيركيوليتوري سيستم، عارفين respiratory system، عارفين جي اي تي سيستم، ايه حكايه الليمفاتيك سيستم ده؟ It present in all organs of the body.
وده اللي كان بقوله لكم ان البطنه والنسا وكل حاجه فيها ليمفندوكسي. اكسبت بقى كذا نقطه هي دي المهمه اللي تقفوها. البرين ما فيهوش ليمفاتكس، الايز ما فيهاش ليمفاتكس، البون مارو ما فيهوش ليمفاتكس، والكارتليج ما فيهوش ليمفاتكس. هو عباره عن شانل اوف ثين وولد، شبكه كده اوف ثين وولد، هي بلايندد اندد، يعني هي بتبتدي من حاره مسدوده ثم بروجريسيف كاليبر لغايه ما تكبر 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 لغايه ما تبقى ميجور داكتس. بعكس السيركيولاتي سيستم هو تو واي شانل. About 600 lymph nodes is present in your body, distributed in your body. كل your body فيها 600. Your neck لوحدها، neck لوحدها شايفين neck صغيرة قد ايه، فيها 250. It's slow flow system with low pressure. يعني الليمف اللي موجود في الفيسلز دي بيتحرك وبي دايناميك على طول ومش ستيزز، لكن very slow with low pressure system compared with circulatory system. ده منظر عام لشبكة الليمفاتكس اللي موجودة in your body. نقول منها بس ونفهم منها ان الليمفاتك سيستم بيتكون من ثلاث حاجات. ليمفاتكس اللي هي الشعيرات الرفيعة اللي في كل distribution of the body دي اسمها ليمفاتكس. Lymph nodes aggregations of lymphatic tissue في conventions area، وهنفهم برضو definitions لها اكتر. و extra lymphatics lymphocytic system. ايه بقى ال extra lymphatic lymphocytic system دي؟ شوفوا الحتة دي، Byers batch of small intestine، ده lymphatics بس ولا lymphs ولا lymph node. السبلين فيه reticular endothelial system، liver فيه reticular endothelial system، thymus gland. فهمنا الكلام؟ يبقى الريتيكولوسيال سيستم بيتكون من اكسترا ليمفاتكس اورجان زي السبلين والليفر والجزء من الليفر يعني والسايموس، ومينلي الليمفاتكس اللي هي الشعيرات الرفيعه والليمف نودز. ايه الفانكشن بتاعه الليمفاتك سيستم؟ ايه الفانكشن بتاعه الريتيكولوسيال سيستم؟ ربنا خلقه في جسمنا ليه؟ اول حاجه ان هو ريجوليت الانترستيشال فلويد. الانترستيشال فلويد ده لو ما عندكش جسمك فيه ليمفاتكس هيفضل جزء من الفلويدز اللي في السيركيوليشن سيستم اكسترافازيتد ويبقى في الانترستيشال بليسز ويحصل لك اجيما اجيما اجيما، لكن الليمفاتكس بيروح اخد الزياده دي ومرجعها للسيركيوليشن تاني. فلتر انتيجين فروم ذا انترستيشال فلويدز، وهو بيرجعها بقى بيفلتر ات، ولو في انتيجين يروح ماسكه وبيبتدي البروسيس بتاعت الاميون سيستم في جسمك علشان يتخلص من الانتيجين ده او يوقف مفعول. برودكشن اوف ليمفوسايت اند ماكروفاج بيتم في الليمف نودز. برودكشن اوف ليمفوسايت اند ماكروفاج بيتم في الليمف نودز في الليمفاتيك سيستم. برايمري سايت اوف اميون ريسبونس، لان الليمفوسايت والماكروفاج دي بتعمل اميون ريسبونس اجينست تيشو انتيجين. بعض الليمفوسايتس ما بتتعمل في البون مارو، ما بتتعملش في الايه؟ في الليمف نودز، لكن الماتيوريشن بتاعها بيحصل في الليمف نودز. يبقى ده كولكتيفلي كده يعني اهم نقاط في الفانكشن بتاعت الليمفاتيك سيستم. خلي بالك الليمفاتيك سيستم الفانكشن بتاعته اكتر من كده بكتير، يعني ممكن توصلوا ل 20 او 25، بس دول الخمسه المهمين اللي يفيدونا براكتيكالي فيهم. يعني ايه الليمف نود؟ ايه كلمة ليمف نود دي؟ They are small encapsulated organ. Usually they are kidney shaped، لكن مش لازم يبقوا kidney shaped، تمام؟ Serve as filters for lymph on its way to blood. يعني هما محطوطين في على مدار الشعيرات بتاعت الليمس علشان يبقوا فلتر. مكانهم converges of lymph vessels، يعني اتنين lymph vessels حجمهم مثلا ملي بيتجمعوا مع بعض عند الليمف نود ويطلع منهم ليمف فيسل تاني حجمه 2 ملي، مش قلنا الكاليبر بيكبر 3 4 2 ملي يتجمعوا عند الليمف نود ويطلع منهم 1 2 ملي و2 من 10 وهكذا. انجين اكتيفيتد ليمفوسايت ديفرنشيشن بيحصل في الليمف نودز قلناها في الفانكشن، وده منظر عام لشكل الليمف نودز
شكلها زي كيدني شيب وفيها كورتكس وفيها مضله. ثرو الكونفكس اريا بيجي اربعه او خمسه افرنت ليمفاتكس رفيعين، ويطلع من الهايلم واحد او اثنين افرنت اكبر شويه. منظر ديسكرايب ذا اناتوميكال او هيستولوجيكال فيتشرز اوف ذا ليمف نود، ان في كورتكس وان في مضله وان في افرنت فيسلز في الكونفكس سيرفيس وفي افرنت فيسلز، كمان في ارتري وفين بيخشهم صغير لان ده تيشو وعايز نيوتريشن وعايز ايه بلاد سبلاي. البي سيلز موستلي في الايه في الكورتكس، التي سيلز في البارا كورتيكال اريا، والميدالري اريا دي فيها الماكروفاج دايما والبلازما سيلز. كفايه قوي الثلاث كلمات دول عشان نفهم ليه هي متقسمه كذا جزء، عشان كانها فلتر. طيب احنا عرفنا يعني ايه ليمفاتيك سيستم، وعرفنا يعني ايه ليمفس، وعرفنا يعني ايه ليمف نود. يعني ايه ليمفادينوباثي؟ كلمه ليمفادينوباثي معناها ان اي ليمف نود حصل لها ابنورمال سايز او كونسيستنسي او نمبر. يعني لو واحده المفروض حجمها 2 مللي بقت 2 سنتي ده ليمفادينوباثي، لو هي المفروض سوفت كلهم بقت هارد او فيرب ده ليمفادينوباثي، او انكريز ان نمبر ده ليمفادينوباثي. تلات ارباع الليمفادينوباثي لوكالايزد، يعني جروب واحد من الليمف نود انلارجد. ربع الليمفادينوباثي جنرالايزد، واضحه الجمله؟ يبقى ربع الليمفادينوباثي اهي جنرالايزد مكتوبه تحت عند الفيتس بتاعت الست، و75% منهم جنرالايزد. تخيلوا ان 55% في الهيد اند نيك، علشان اقول لكم اهميه المنطقه دي والليمف نود ليه كونسنتريتد في الحته دي. بريفرال ليمفادينوباثي موست كيسز بناين وسيلف ليمتد انسر. يعني لما واحد يجي لك عيان عنده ليمفادينوباثي ما تتخضش، هو الموست كومن ان هو بناين ثينجز، هي بتكبر الليمفادينوباثي دي لاسباب عديده كثيره، اكتر من 100 سبب لانلارجمنت اوف ذا ليمف نودز. التشالنج بتاعك ايه كدكتور؟ انت قاعد في العياده وجاي لك عيان طفل صغير او راجل كبير او واحده ست او حاجه عندها ليمفادينوباثي، التشالنج ان انت ديسايد if it is representative lymphadenopathy a serious illness or it representative just bacterial infection او tonsillitis او مثلا toothache او حاجه زي كده. هو ده المطلوب من حضرتك. differential diagnosis، يعني هل ممكن كتله او ماس تكون موجوده تختلف يعني تشبه ليا ان هي دي ليمف نود؟ فاهمين ايه differential diagnosis؟ السبيشال سيست ممكن يبقى يشبه عليا ان هو ليمف نود، لان اماكنه ممكن تكون في النيك وممكن تكون في الهير لاين في الهير ارياز بتاعت الاكزيلا وكل ده، ودي اماكن بتاعت ايه ليمف نود جروبز. لكن السبيشال سيست بيكاركترايز بان هو ليه بانكتم نقطه سوداء في السكين، وان هو فيكسد تو سكين اوفر لاينج ببنشد اب تيست. فايبروما differential diagnosis of fibroma، بس الراجل ده او الست دي اكيد دي فايبروما مش ليمف نودز. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده الايليدز ما فيهاش ليمفاتكس. organized hematoma بيبقى فيه history of trauma وهيماتoma وتبقى ناشفه بعد كده organized by fibrosis. dermoid cyst ممكن differentiate of lymph nodes especially if it is in midline او inclusion area في الاناتومي في الامبريولوجي. برانكيال سيست، برانكيال سيست روح اقرا عنه شويه، ده عباره عن كونجنيتال سيست في اللاترال بارت اوف ذا نيك، اللي احنا قلنا ان الليمف نود هناك كتيره، وكاركترايزد ان هو في الميدل ثيرد اوف ستيرنوكليول ماستويد ماسل، وهو واحد من البرانكيال سيست المفروض يختفوا يكونوا موجودين عند الطفل الصغير جوه بطن مامته ويختفوا قبل الولاده. جانجليون ده عباره عن هايلاين ديجنريشن اوف لونج تندون around the wrist، ممكن differential diagnosis of MS في المنطقه دي. طيب anatomical sites of lymph node، الليمف نود احنا قلنا ان هي بتتحط في جروبس وبتبقى عند الكونفرجنس، يعني الليمفاتكس لما يتجمعوا مع بعض ويخرج من واحد كبير. دي اشهر 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 جروبس اوف ليمف نود. الجروبس كتير لكن دي اشهر واكبر واكبر حتت نقولهم بالراحه سريعا. cervical nodes، ثوراسيك كافتي او ميدياستاينم نودز، اكزيلاري نودز،
ابدومينال كافي نود اللي هي بارا اورتك، وكل اورجن له ليمف نود، يعني الاستومك له ليمف نود، والكيدنيز له ليمف نود، والانتست ليمف نود، والكول ليمف نود، لكن كلهم بيكونفيرت في لبارا اورتك. بيلفيك كافيتي ليمف نود اللي هو ليمف نود اليوترس والبلادر وكل الحاجات دي بتتجمع في الكومون ايه الياكس، وبعد كده للبارا اورتك. انجوينال ليمف نود دي اخر واحده. جنرالي جنرالي كلمه عامه كده بنقول ايه، ليمفاتكس اوف ذا بريفري فولوينج ذا فينز، ليمفاتكس اوف ذا ترانك فولوينج ذا ارتريز. يعني ايه؟ يعني عايز تشوف الليمف نودز بتاعت الاستومك، شوف الاتريا سبلاي بتاعها ايه، هتلاقي الليمف نودز بتاعتها ماشيين معاه. عايز تشوف الليمفاتكس بتاعت اللور ليمز، شوف الفينز درينج بتاعت اللور ليمز. اتفقنا؟ يبقى الهيد نيك والابر ليمب واللور ليمب الليمفاتكس فولوينج ذا كورسز اوف ذا فينز. في الترانك اللي هو الشيست والابدومين الليمفاتكس والليمف نودز اجريجيشن فولوينج ذا ديستريبيوشن اوف ارتيريال سبلاي. ايه رايكم في المنظر ده؟ مزعج. دي النيك بتاعت حضرتك ودي جروبس اوف ليمف نودز اللي فيها. ما اقدرش انا كده اوصف حاجه او اجود ديسكرايب اوف حاجه، أو ما فيش حاجه اسمها ايه العيان اللي عندي عنده نيكس ليمفادينوباثي او سيرفايكال ليمفادينوباثي، ما اقدرش افهم حاجه لانها مجموعه كبيره جدا وفي حتت كتيره جدا. طب الحل، الحل ان انا اقسمها لجروبس، اقسمها لجروبس. عشان اقسمها لجروبس في السيرفايكال ليمف نودز هقسمها هوريزونتال جروبس vertical groups، وكل واحدة فيه هقسمها superficial وديب والvertical superficial وديب، واحدة واحدة. superficial لو انت تخيلت ان انت بتشاور على نفسك كده، submental lymph nodes، بعديها امشي lateral شوية هيبقى اسمها submandibular lymph node، امشي على جنب شوية هتلاقي preauricular lymph node اللي هي باروتد، وبعدين ورا الاوريكل بتاعك postauricular lymph node، ثم في الاخر خالص اوكسيبيتال اللي هي في اعلى النيك من ورا، ولو لفيت كملت الدايره هتكملها تاني لاوكسيبيتال لبوست اوريكلر بري اوريكلر سب مانديبلر سب منتال، يبقى دي دايره كامله كده سوبرفيشال. الدايره الكامله الديب بتبقى رينج اوف والداير، اسمها رينج اوف والداير او رينج اوف فالداير، الاثنين تسميه صح لان الراجل الماني فينطق فالداير بالالماني وينطق والداير بالانجلش. الرينج دي يعني معلش في الاكسبريشن اللي هقوله لكم بس هو ده عشان افهمها لكم. في الكرتون لما بتشوف الارنب روجرز وهو بيصرخ والكاميرا داخله في بقه، فانت وانت بتبص في بقه كده بتلاقي ده اللهاء من فوق، وفي دايره المفروض تلاقيها بقى في الانسان العادي اللي هي الليمفاتكس اللي بتجارد الاورفيس ده اللي هو الاير انتري والفود انتري. الدايره دي مكونه من ايه؟ مكونه ورا اللهاء ده هتلاقي ادينويدز، على الجنبين هتلاقي تونسلز يمين وشمال، في الدورسم بتاع التانج هتلاقي لينجوال. كل دول ليمف نود جروب بيعملوا دايره اسمها رينج اوف وال داير. يبقى الهوريزونتال سيرفايكال جروب سوبرفيشال عرفناها والديب عرفناها. طيب دول الخفاف رفعين، امال الشجره بقى الاساسيه اللي هي الفيرتيكال اللي هي بتجيب الليمفاتكس وتنزل بيها لتحت، في منها سوبرفيشال برضو وفي منها ديب. السوبرفيشال along ثلاثه ستراكشرز هم لونجيتودنال وسوبرفيشال، واحد منهم اسمه انتيريور جوجلر فين، روحوا ذاكروا الاناتومي بقى عشان تعرفوا انتيريور جوجلر فين بين، جنب الميد لاين تحت الجلد في النص في رقبتك في الميد لاين. وسوبرفيشال جوجلر فين اللي هو بينفر عند عروقك كده لما تغضب، والاكسسوري نيرف اللي هو ورا في البوستيريور ترانجل. الثلاثه دول لونجيتودنال وعليهم شويه ليمفاتيك سوبرفيشال. كل اللي انا قلته بقى الثلاثه دول سوبرفيشال هوريزونتال والديب هوريزونتال والسوبرفيشال فيرتيكال بيكونفيرج للديب فيرتيكال اللي هم هيبقوا حوالين ايه؟ فين ولا ارتري؟ فين، علشان ده هيدن نيك. يبقى الانترنال جوجلر فين اللي هو المين فين بتاع حضرتك اللي في رقبتك هو ده اللي حواليه الجذع بتاع الليمف نودز اللي لامم من كل السوبرفيشال ليمف نودز. الجذع ده بقى
اللي هو حوالين الانترنال جوجلر فين بنقسمه لابر وميد ولور. يبقى في حاجه اسمها ابر ديب سيرفايكال ليف نود، ميد ديب سيرفايكال ليف نود، لور ديب سيرفايكال ليف نود، كلهم حوالين الانترنال جوجلر فين. طب بيتقسموا ازاي؟ بيتقسموا بالكروسنج اوبليكلي اوف ذا انترنال جوجلر فين باي ستيرنوكليدوماستويد. ستيرنوكليدوماستويد اللي هي عضله كبيره اللي في اللاترال باد بتاع يور نيك، بتمشي اوبليك على الانترنال جوجلر اللي هو ماشي فيرتيكال. وانس ان هي ماشي اوبليك عليه، يبقى لو كان الليمف نودز دي انتيريور وفوق الستيرنوكليدوماستويد دي ابر، لو بيهايند البالك بتاع الستيرنوكليدوماستويد تبقى ميد، لو بيلو اند بوستيريور تو ذا بالك اوف ستيرنوكليدوماستويد تبقى لور ديب سيرفايكال. منظر بسيط اهو، لو قلنا السب مانديبولار ليمف نود هنا، طب السيجمنتال هنا، طب البري اوركلر اهي، طب البوست اوركلر ورا، طب الاوكسيبيتال اهي، في فيرتيكال سوبرفيشال شايفينهم، دول الونج ذا اكسترنال جوجلر، دول الونج ذا ايه اكسسوينير. ديب بقى ديب، في هنا شجره كبيره اسمها ديب سيرفايكال ليمف نود والستنكل ماستويد كروسنج ات اوبليكلي. ذا لوور موست جروب of deep cervical lymph node draining only also from supraclavicular lymph node. Supraclavicular lymph node دي superficial لكن تصب في الديب في الجزء الكبير. زملائنا في الهيد نيك بيحبوا يقسموا الجروبس اوف cervical lymph node، مش يعني بيقسموها بقى surgical. From surgical aspect الجروبس اوف lymph node بيبقوا سبعه. حرف الزد، بص ايدي هتمشي ازاي، زد حرف الزد اهو، الزد 1 2 3 4 5. اخر حاجه ان السته ده جروب، انت قلت سبعه يا دكتور، لان السوبرا استرنال ليمف نودز بنسميها السبعه. يبقى بمعنى ان السب مانديبولار ليمف نود بنحب نسميها السب منتال وسب مانديبولار جروب 1، الابر ديب سيرفايكال ليمف نود بنسميها جروب 2، الميد ديب سيرفايكال ليمف نود بنسميها جروب 3، اللور ديب سيرفايكال ليمف نود بنسميها 4، السوبرفيشال لينكوجيو ده الارنكس اكسس نيرف والبوستيريور ترانجل اوف ذا نيك بنسميها 5، اللي في الانتيريور ترانجل اوف ذا نيك وفي الماسكولار ترانجل اوف ذا نيك والكاروت ترانجل اوف ذا نيك بنسميها 6. يعني مثال، مثلا لو قلت لك ان في كانسر ثايرويد هيسبريد لايه؟ هيسبريد ل 6، بعد لما سبريد 6 هيسبريد ل 3 جروب 3. فهي دي بيحبوا الهيد نيك كسيرجري، يحبوا الجروبس بالتقسيمه دي. لا ده خلصنا سيرفايكال ليمف نود. طب ما نروح للاكزيلاري ليمف نود ونشوف. هنلاقي الاكزيلاري ليمف نود دول كذا جروب، جروب انتيريور، جروب لاترال، جروب بوستيريور. جروب انتيريور تحت الفولد، الانتيريور فولد بتاع الاكزيلا، جروب لاترال عند البريكيال نيرف او بريكيال بودي اوف ذا ارم بتاعك، جروب بوستيريور تحت الايه بوستيريور اكزيلاري فولد. مفيش في الاكزيلاري نود ميديالي، مفيش ميديا جروب. الثلاثه جروب اللي انا قلتهم دول بيكونفرت السنترال، والسنترال يكونفرت الابيكال، الابيكال بنسميها انفرا كلافيكولار، الثانيه كانت سوبرا كلافيكولار اللي بتروح منك دي انفرا كلافيكولار. دول كلهم اللي هو الانتيريور واللاترال والبوستير اللي بيروحوا للسنتر اللي بيروحوا للابيكال كلها اسمها اكزيلاري ليمف نود. ابيتروكولار ليمف نود دي ملهاش سيجنيفيكانس في الجراحه قوي، لكن هي ليها سيجنيفيكانس في البطنه، بتكبر في بعض الامراض سبيسيفيكالي. لو رحنا للانجوينال ليمف نود، الانجوينال ليمف نود هنلاقيها تو جروبس، جروب هوريزونتال وجروب فيرتيكال، سهله كده. الجروب الفيرتيكال بيدرين من لي من اللور ليمف، والجروب الهوريزونتال بيدرين منلي من الترنك والباك والسكروتم والاكسترنجيتاليا. ما تنسوش ان السكروتم والاكسترنجيتاليا كسكين وسوبرفيشال بيدرين للانجوينال ليمف نود. امال التستيكل نفسها درين للانجوينال ليمف نود؟ سامع واحد بيقول لي لا، ليه؟ لان التستيكل اصلها في الايه؟ جايه من جنب الكدني، اصلها لما ربنا خلقها جنب الكدني ونزلت لك. يبقى التستيكل لما درين ليمف نود درين فين؟ ترين للبار او ارتك ليمف نود. شايفين الفرق؟ يعني السكين بتاع السكروتر يدرين للايه؟ للسوبرفيشال بتاع انجوينال ليمف نود، هوريزونتال ليمف نود. اما التستيكل نفسها تدرين للبار او ارتك ليمف نود.
لو قلنا كده جنرالي البريفرال ليمف نودز هم احنا بنسميهم السيرفايكال والاكزيلاري والانجوينال جنرالي، وبنسمي الديب جروب اوف ليمف نود اللي احنا بنشوفها كلينيكالي قوي لكن بنشوفهم بالانفستيجيشن هو بار اوت ليمف نود والميديستاين ليمف نود. مهم قوي تو ديستينجوش بتوين بناين اند مالجنسي، يعني مهم قوي ان الليمف نودز ده كتير لكن اهم حاجه ان انا اشوف الدينجرس بوينتس اللي تخليني اشك. اهم ثلاث حاجات اخدهم في الهيستوري واخدهم وانا بعمل اكزامينيشن الايدج والكاركترز بتاعت الليمف نودز نفسها تحت ايديا واللوكيشن. Malignancy much more common in patients greater than 50 years old of age. الجملة دي صح ولا غلط؟ الجملة دي صح لو انت الجملة دي جت كده تمام؟ يعني ما ذكرتش انهي malignancy. يعني كل المالجنسي اكتر كل ما الايدج بتاعك بروجريس الاجابه صح، الجمله دي صح. لكن بالنسبه لللينفادينوباسي نوت اكزاكتلي. شفتي الكلمه هي مش نوت اكزاكتلي ليه؟ شايفين حوالي 1000 عيان عندهم ليمف نود بايوبسي او ليمف نودز انلارجمنت واتعمل لهم بايوبسي، اتقسموا اللي كانوا اقل من 30 سنه حوالي 80% منهم كانوا بيناين، اللي اكتر من 50 سنه 60% منهم مريضين، اللي بين 30 ل 50 سنه كان الموضوع ايه انترميديت، يعني دي انترميديت فاليو يعني دراسه تلاقي المريض اكتر فالسن كسن مش محدد انت مالجنت ولا بناين. ده حتى لما تكبروا تذاكروا الليمفوما هتعرفوا ان الليمفوما اللي هي برايمري مالجنسي اوف ذا ليمف نودز از كومن في اليونج ايج وفي الاولد ايج، يعني فيها لها بيك في الايج عند ال 18 years ولها بيكس لل 10 years ولها بيك للايج عند اكتر من 45 years. طيب ده الايج. طب الكاركترز هيفيدنا في ايه؟ الكاركترز هيفيدنا هل الليمف نود اللي العيان جاي يشتكي منها دي هو بيشتكي من بين فيها؟ طب ده ممكن يكون انفلاميشن جاست بكتيريا او فايرال وراح للليمف نود وحصل انشن انتي بودي رياكشن وخلاص. هل هي تندر تحت ايدك؟ ده ممكن تكون ابسس. الحجم بتاعها 1 سنتيمتر ولا 1.5 ولا 3 ولا 5 4 سنتيمتر؟ كونسيستنس بتاعتها تحت ايدك ودي مهمه جدا جدا. طب ناخد واحده واحده. البين لو رابد increase in size مع البروسيس اللي بتحصل في الليمف نود بيحصل ستريتش الكبسول بيسبب بين، ودايما البين ده بيبقى مصاحب لاي انفلاميشن او سبوريشن او ايفن هيموريج. مهم قوي ان تعرفوا البين مش كاركتر اوف مالجنسي، البين مش كاركتر اوف مالجنسي ولكن نوت اكسكلود. السايز بتاع الماس لو اقل من 1 سنتيمتر الليمف نودز دي يوجوالي ات از اي بيناين، يوجوالي اتس بيناين، لكن في اكسبشن الانجوينال اريا بتاعتك ساعات الليمف نود تبقى اكبر من 1 سنتي وتوصل يعني اقل من 2 سنتي وبرضه تبقى بيناين لان انت بتمشي حافي، فالانجوينال ليمف نودز كومون ان يحصل لها نون سبيسيفيك ليمف نودز. السايز داز نوت انديكيت ا سبيسيفيك ديزيز بروسيس، يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اقول ايه الليمف نودز الصغيرين دول كارسينوما، الليمف نودز الكبار دول هوتشكين ليمفوما، لا ما فيش اي جمله دي صح. كونسيستنسي، ايه رايكم لو شفنا كونسيستنسي وعلاقتها؟ لو لقيت الليمف نود ستوني هارد يوجوالي دي ميتاستسايز ليمف نود، يعني مالينت ليمف نودز ميتاستسايز فروم برايمري كارسينوما. لو firm rubbery inconsistency usually lymphoma. لو soft lymph node كبيرة بس soft usually infection or inflammation. لو shooty لو lymph nodes دي shooty، يعني ايه shooty؟ يعني separable from each other، يعني you can count them، ممكن تعدهم دي واحدة ودي التانية ودي التالتة. usually these non-specific في الأطفال الصغيرين هتشوفها بعد كده. لو fluctuation nodes يعني عملت عليها fluctuation test طلعت positive fluctuation دي subduration وده acute abscess في الليمف نود. لو matted together عكس shooting usually ده specific chronic lymphadenopathy مع TB مع بارا نودال fibrosis يلزقهم في بعض. يبقى شفت consistency ممكن تفرق من واحدة لواحدة 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 ازاي. location لو الابيتروكرا ليمف نود دي هي اللي كبرت عاده ده مرض بطنه او مرض حاجه مش جراحي ومش حاجه خطر الابيتروكرا.
لو الاجزاء الليمف نود كبرت عاده لازم ادور على سمثينج في البريست لو في ميل او ميل حتى بس رير، وفي الارمز. طب لو الانجوال الليمف نود كبرت ادور على طول على الانر ريجون وعلى السكروتم وعلى اللور ليم، يبقى السيرفايكال ادور على حته حسب هي فين، سب مانديبولا هدور في البق، سب اوكسيبيتال هدور في السكالب، يبقى ده اللوكيشن يخليني ادور. الصوره دي حلوه والسلايد دي حلوه، كل لوكيشن تدور فين، كل لوكيشن تدور فين. هديك يعني شويه امثله. لو الباروتيد اللي هو البري اوريكولار ليمف نود، تدور في السكالب، في الميد فيس، في الاير كانال اند اير، وفي الباروتيد نفسها. طيب لو في الاكزيلري تدور فين، في الارم، في البريست، في السوركس، في النك. طيب لو سبمنتال يعني تحت دقنك على طول او تحت الشين على طول، في اللور ليب والفلور في الماوس. لو بوبليتيال يعني في البوبليتيال فوسه، دور في الليج بتاعت حضرتك. يبقى فهمنا ان النود جروبز كل منطقه دريننج سبيشال اريا. هنا هقول جمله انا بحبها قوي، ايه الجمله دي وبتفيدكم قوي في امتحانات الكلينيكال. لو حضرتك من العيان اللي عندك عنده ماس او ليجن او ألسر في منطقه من المناطق، يجب ان انت تو اكزامين ذا دريننج ليمف نود اوف ذيس اريا. جميل. ولو عندك عيان عنده ليمفادينوباسي يعني اللارج اوف ذا ليمف نود في جروب اوف ليمف نود، لازم تو سيرش ذا اريا دريند باي ذيس ليمف نود. الاثنين عكس بعض. الجمله واضحه اظن ومهمه في الكلينيكال. في سام نودز كده لهم اسم، يعني لهم عالم وصفهم وقال دول اسمهم كذا علشان دول سبيسيفيك لكذا. اشهر واحده فيهم نود اسمها جوجولار دايجستري. جوجولار دايجستري هي من كلمتين، جوجولار، جوجولار فين، عارفين جوجولار فين، ودايجستريك مسل في الابر بارت اوف يور انيك راجعوا الانتومي. الالتقاء بين الانتنا جوجولار فين والدايجستريك ماسلز في ليمف نود اسمها جوجولار دايجستريك. بتكبر امتى؟ بتكبر في التونسلايتس والفرنجايتس. فيرشاو ليمف نود اللي هي ليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود، ليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نود سبيسيفيكلي اسمها فيرشاو ليمف نود، بتكبر امتى؟ في الابدومينال والثوراسيك كارسينوما. ديلفيان نود، ايه ديلفيان نود دي؟ دي بري لارينجيال في الميد لاين فوق الثايرويد على طول قدام اللارينكس، دي بتكبر فين؟ في الثايرويد واللارينجيال كارسينوما. نود اوف كولوكيت اوف او نود اوف كولوكي لانه فرنسي، الراجل فرنسي كولوكي، ده ديب انجوينال لكن هي مش ديب، هي جوه في البلفس، هي مش انجوينال بره، هي جوه مش في السوبرفيشال، جوه في البلفس جنب الاوبتيوريتور نير اوبتيوريتور فوريمن، ودي اسمها نود اوف كولوكي. مشهوره بايه النود اوف كولوكي؟ مشهوره بان هي بتكبر في اليوتراين كارسينو. عرفنا لغايه دلوقتي الديستريبيوشن اوف ليمف نودز وجروبز وبالدرين انهي اريا، وعرفنا سام فيمس ليمف نودز. طيب ايه اللي بيسبب ليمفادينوباسي؟ ليه الراجل اللي قدامي ده او العيان اللي جالي في العياده عنده ليمفادينوباسي؟ لازم اروح مجاوب على السؤال الاولاني، هو اللي معايا في العياده ده عنده جنرالايز ليمفادينوباسي ولا لوكالايز ليمفادينوباسي؟ فاكرين انهي الاكثر؟ شطار اللوكالايز ليمفادينوباسي اكتر 75% والجنرالايز ليمفادينوباسي اقل 25%. طب تعال نخلص من الجنرالايز ليمفادينوباسي لان هي الاقل. ايه كوز في الجنرالايز ليمفادينوباسي؟ لستة طويله قوي قوي قوي، لكن هختصرها لكم. في البطنه، وهتذاكروها في فرع اسمه التروبيكال في البطنه اللي هو الامراض المتوطنه، هتذاكروها كويس قوي. سام بكتيريا ممكن تسبب ليمفادينوباسي، اه طبعا اي بكتيريا ان شاء الله ستافيلوكوكس اوريوس، ان شاء الله دفتيريا هتسبب ليمفادينوباسي، يا اما تايفويد هتسبب، ليبتوسبايروزس هتسبب، سام فايرال افكشن هيسبب، روبيلا، مامبس، تمام، دينجو فيفر، حتى الهيباتايتس والاتش اي في هيسببوا ليمفادينوباسي. مايكوبكتيريا زي التي بي طبعا من اشهر الحاجات اللي تسبب ليمفادينوباسي التي بي. فانجل زي الكوكي دوميكوزيس، انا مش عارف اصلا الاسماء دي لان انا جراح، دي حاجات بطنه اكتر. بروتوزوال زي التوكسوبلازموزيس. سبايروكيتال زي اللايم ديزيز، ده مشهور في امريكا الجنوبيه. لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش بتاعت الكوز اوف جنرال ليمفادينوباسي. في هنا بقى مهم عندنا كجراحين، في كوز اوف مالينانسي
او النيوبلازم يسبب جنرالايز لينفوماسي. اول واحده فيهم واشهر واحده فيهم الليمفوما اللي هي برايمري مالينجنسي اوف ليمفاتيك سيستم او لوكيميا او ميتاستاسيس ميتاستاسيس مالتيبل يعني مالتيبل ارياس اوف ميتاستاسيس وده مش كومون في الكارسينوما. immunological causes يسبب lymphadenopathy systemic lupus erythematosus ينفع serum sickness ينفع. انا عارف ان انتوا متضايقين شويه ليه انتوا ما خدتوش باثولوجي. المفروض وانا بدرس لكم الموضوع ده تكونوا تخلصتوا الباثولوجي يعني كل الامراض اللي انا بذكرها ببقي دي انتوا عارفينها وعارفين هي ايه وجايه منين. معلش يعني حاولوا تأدبت الموضوع ده. endocrine causes of lymphadenopathy hyperthyroidism يعمل lymphadenopathy و Addison disease يعرف انه سبتي. عارف ان انتم مش عارفين يعني ايه Addison disease. Addison disease primary hyper suprarenal gland. في الاخر بقى others زي amyloidosis و sarcoidosis و Kwiatkowski syndrome و Kwiatkowski disease دول مشهورين قوي. ما ننساش حاجه صغننه مش عارف هي راحت في السلايد اللي فاتت cat scratch fever. الناس اللي بيربوا قطط او بيتعاملوا مع القطط جاست القطه تسكراتش زي هيحصل لهم لينفادنوباسي وبايخ وريزيست مش بيتعالج بسهوله بيقعد شهور. سم ميديكيشن كان كوز جنرالايز لينفادنوباسي يس سم ميديكيشن. مع احترامي لكم برضو الموضوع ده بطنه لكن احنا لازم نعرفه. يبقى لو عيان عندي جاي العياده وعنده جنرالايز لينفادنوباسي لازم اساله ليست الادويه اللي حضرتك بتاخدها ايه يا حاجه او يا ستي. ممكن ياخد بياخد كينيدين ممكن بياخد بتاع ده اللهم صل على سيدنا محمد درابامين ده حاجه للسيربو فاسكولار تمام. تجريتول بتاع الالتزام كابوتين ده بتاع الضغط. في لسته من الادويه بتسبب ليمفادينوباسي بناين. هل معنى ان هي سببت ليمفادينوباسي ان هو يوقف الدواء او يغير الدواء؟ لا 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 ترجعه للدكتور اللي هو بيديه الدواء ويستمر عليه او يغيره. دي اللي احنا اللسته الطويله اللي احنا قلناها دي كوزز اوف جنرالايز ليمفادينوباسي اللي هي اقل شيوعا. امال الكوزز اوف لوكالايز ليمفادينوباسي بقى هنا هنقسمه يا اما انفلاميشن زي اللي في الصوره دي يا اما نيوبلازم. مفيش سبب تاني ليه لوكالايز ليمفادينوباسي ايزر انفلاميشن او نيوبلازم. الانفلاميشن ثلاث انواع يا اكيوت انفلاميشن ابسس زي اللي في الصوره ده يا اما كرونيك سبيسيفيك زي تي بي يا اما كرونيك نون سبيسيفيك يعني انفلاميشن يجي شويه ويروح شويه زي اللي عنده تونسلز كده بتيجي وتروح وتيجي وتروح. نيوبلازم حاجتين يا هو ده برايمري نيوبلازم في الليمف نودز وده ليمفوما. طب الليمفوما دايما يا دكتور بعد اذن حضرتك انت قلت ممكن تكون بجنرالايز. لا ايرلي ليمفوما بتبتدي لوكالايزد ثم تسبريد للليمف نود جروب تاني ثم تسبريد للليمف نود جروب تاني تبقى جنرالايز. لكن هي ايرلي ليمفوما لوكالايزد او ان الليمف نود النرج ده لوكال ميتاستاز فروم برايمري تيومر في الدريننج اريا او ذيس ليمف نود يوجوالي كارسينو. طب انا كدكتور اعمل ايه لما يجي لي عيان عنده ليمفادينوباسي؟ ايه الطريقه اللي انا ابروتش؟ اول حاجه ان انا لازم اخد الهيستوري كيرفولي كل التفاصيل. الكركوع اللي عندك دي بقى من امتى؟ بقى لها قد ايه؟ بتوجعك ولا لا؟ في اي اعراض لحاجه تانية في الدريننج اريا في الليمف نود جروبس دي ولا لا؟ بتاخد ادويه ولا لا؟ بتاخدها بنظام ولا لا؟ بعد ما اعمل كده اكشف. اول حاجه في الكشف احدد الراجل اللي قدامي ده لوكالايز ليمفادينوباسي ولا جنرالايز ليمفادينوباسي. هجري بايديا على الاكزيلا وهجري بايديا على الانجوان ريجون وهجري بايديا على كل النك واحدد الراجل اللي معايا ده جنرالايز ليمفادينوباسي ولا لوكالايز ليمفادينوباسي. بعد كده احدد الكاركترز بتاعه الليمف نود اللي تحت ايدي. هي شوتي هي ماتد هي رابري هي هارد انكونسستنسي هي فريلي موبايل هي فيكسد. يبقى كل ده كل معلومه من المعلومات دي هتفيدني ان انا اعرف الليمفادينوباسي اللي قدامي ده بناين وسبب من 100 سبب اللي هو مش مهمين عندي ولا ده مالجننت وسيريس ولازم اتصرف معاه. في شويه كونفيرماتوري تيست هعملها زي ان انا اعمل له مثلا الترا ساوند ابدومن عشان اشوف في ليمف نود ثانيه في البطن ولا لا، اعمل له بلي اكس ري تشيست وهكذا. واخر حاجه الراجل اللي قدامي ده هل في انديكيشن ان انا اخد منه بايبسي ولا لا او هعرفها في اخر سلايدز. الهيستوري زي ما قلنا لوكالايز سيمبتومز اور ساين اوف سجستنج سبيسيفيك سايت يعني مثلا الراجل عنده سيرفايكال لينف نود
اساله عن هورسنس اوف فويس، اساله على البلع بتاعه كويس، اساله عن نفسه كويس، بيشرب سجاير، حاجات سجست ان انا عنده مالينسي او كارسينوما في حاجه هيدن جوه النك بتاعته او الهيد نك. كونستيتيوشنال سيمتومز يعني الراجل ده بيسخن، بيلوس اوف ويت، في عرق بالليل، ده كل ده ممكن يكون ساينز اوف كونستيتيوشنال سيمتومز اوف ليمفوما. ابيديميولوجيكال كلو يعني ايه؟ يعني الراجل ده زي ما قلنا عنده قطه يبقى سكراتش كات سكراتش فيفر، بيسافر لحته انديميك فيها الفيلارياسس يبقى ده فيلارياسس، بيتعرض لحاجه معينه اثناء الشغل بتاعته بتسبب ليمفادينوباثي بعرف. اخر حاجه بياخد ميديكيشن دي ايه ايه ولازم التفاصيل بتاعتها، ده الهيستوري. الالجوريزم ده هو غريب شويه ومش مطلوب منكم، هو بقول لكم بصوت عالي مش مطلوب منكم، هو بس اقراه وامشي معاه كده علشان عقلك يبقى اورينتد بنعمل ايه علشان نوصل للدياجنوزس، لكن ما تحفظوش للمره الالف، ما تحفظوش، ما تذاكروش ابدا ابدا ابدا. ايه حكايه بقى نون سبيسيفيك كرونيك ليمفادينايتس؟ فاكرين لما قلنا يعني احنا هناخد بقى كل واحده من الخمسه اللي هم اللوكالايزد ليمف نود، هجيبها لكم الصوره اهي. فشايفين الخمسه دول؟ اكيوت انفلاميشن، كرونيك سبيسيفيك، كرونيك نون سبيسيفيك، ايرلي ليمفوما، ولوكال ميتاستاسيس. الخمسه دول عشان هم دول السبب بتاعت اللوكالايزد ليمف نود هناخدهم واحده واحده بالتفصيل. اول واحده هناخدها بالتفصيل اسمها نون سبيسيفيك كرونيك ليمفادينايتس. هتقول لي يا دكتور انت مش ماشي بالترتيب ليه؟ اقول لحضرتك مش بالترتيب ليه، لان انا ماشي من موست كومن عشان ادخل في عقلك ان دي موست كومن، مش بالترتيب اللوجيك. الاكيوت هي اللي اكتر والكرونيك سبيسيفيك الاكتر تي بي بتاع، لا دي اللي موست كومن. عاده العيان بيبقى طفل او طفله، تمام؟ الجيردز اكتر من الولاد، هقول لكم ليه. عاده المنطقه اللي افكتد بنين في النوم سينان سبيسيفيك بتبقى سيرفايكال، ولكن الانجواينا ريجون فيها كرونيك سبيسيفيك ليمفادينايتس عشان احنا بنمشي ساعات حافيين او الارض اللي احنا بنمشي عليها بتدخل فيها ميكروبات وانجينز. الليمف نود اللي بتكبر دي فلكتونت ان سايز، يعني ايه؟ يعني عيان يقول لي ايه؟ والله ساعات بحسها وساعات ما بحسهاش، ساعات بلاقيها في الطفل وساعات ما انتوا نفسكم بعضكم عنده بيليا تحت السبمانديبولار اريا عنده وبيلعب فيها ساعات، عارفين البليه اللي انتوا ساعات بتلعبوا فيها وساعات ما تلاقوهاش وساعات تكبر وساعات ما تاخدش؟ دي جوجلو دايجستيك ليمف نود، فاكرينها اللي قلنا ان هي سبيسيفيك للتونسلز، عشان عندكم بيجي لكم سب كلينيكال ايبيسودز اوف تونسلايتس مش بتحسوا بيها، تكبر شويه وتظهر. كلمه ساعات انتوا لسه ما درستوش اطفال، مشكله ان انتوا ما درستوش كل حاجه قبل الجنه. الستات ساعات يقول لك ايه؟ اللوز نزلت للولد. اللوز نزلت للطفل، هو كل حكايه ان هم حاسين الجوجل داجستيك ليمف نود، فتفكيرهم ان اللوز اتحركت من فوق نزلت لتحت فانا حسيتها، والدكتور ده شاطر عشان اداله علاج رفع اللوز، هو ما رفعش اللوز هو ايه؟ عالج الليمف النوبسي. دائما بتكون بينس، الكونكت نان سبيسيفيك ليمف نود بتبقى بينس، الطفل مش متضايق منها خالص. فيرمي كونسستنسي، عمرها ما تبقى هارد، عمرها ما تبقى هارد، وبتبقى فريلي موبايل وشوتي، يعني separate of each other وممكن تعدهم. ساعات هتلاقي طفله صغيره امها وابوها جايين يجروا عليك بيقول لك في عنقود زي السبحه في ظهر رقبتها. الاطفال الصغيرين خصوصا البنات عندهم شعر طويل، والشعر الطويل هم بيسرحوا ساعات بيتجرح يعملوا كرونيك نون سبيسيفيك ليمفادينايتس. الكومون سايت بتاعتها البوستيريور ترينجل اوف ذا نيك، الثاني كومون سايت الانجوينال، ثالث كومون سايت الايه؟ الجوجلو داجستيك. لكن ما تجيش بقى حضرتك تلاقي ليمف نود انلارجمنت برا اورتك 3 سم في 3 سم وتقول لي ما تقلقش دي نص سبيسيفيك كرونيك ليمف نود. لا ده انا اقلق وادور عليها. طيب ايه العلاج لو انا طفل صغير كده او طفل صغير او واحد عنده كرونيك ليمف نود؟ مش لازم تكون طفل، ممكن يكون عنده 40 سنه وعنده كرونيك برضه ليمف نود. بالايدج واللوكيشن والهيستوري انا قررت اني كده هعمل اشورنس. اول حاجه هطمن الراجل اللي جاي قلقان ده ان عنده حاجه مالجنس، اقول له لا اطمن دي حاجه تفاعل عادي في جسمك. ويت 3 تو 4 ويكس اند ري اكزامين، لازم الراجل ده اشوفه بعد 3 اسابيع عشان اشوف بتكبر بتصغر اختفت.
ممكن اديله نايس ترويدر انتي انفلاماتوري كانتي انفلاماتوري بروسيس يسرع في الانتيجين انتي بودي بروسيس ويسرع في النهايه يخف. نو انديكيشن فور امبيريكال انتي بايوتيك اور سترويد. لو تسمح ما تدوش مضاد حيوي الواحد عنده كرونيك ناس بسكنيفلايس وما تدوش سترويد، حرام هذا الاستخدام. جلوكو كورتيكويد كان بي هارمفول اند ديلي دايجنوزس، فاوعوا تدوا استرويد في العين دول. طيب احنا خلصنا في كرونيك نايس سبيسيفيك ليمفونايتس اللي هو واحده من خمسه، نروح للثانيه كلينيكال بيكتشر اوف تي بي ليمفونايتس. او تي بي ليمفونايتس ده كومن يا دكتور؟ معلش للاسف الشديد اللي يعني يحط راسه في الرمله ويقول ان التي بي مش موجود في مصر يبقى بيحط راسه في الرمله، بس هو قل الانفكشن بتاعه قل وبيقل كل يوم عن اليوم اللي قبليه. بيبقى الهيستوري لونج هيستوري اوف بينفول اور بينلس سوينج. لونج هيستوري يقول لك ده ماله ست سبع شهور في رقبتي او في تحت باطي وبيكبر ويصغر، دايما بيبقى في السيرفايكال. 90% انفولف سنجل نود جروب و90% منهم في السيرفايكال. كومن سايد ديب سيرفايكال سب منتال بوستيري ترانجل. الكاركترز بتاعت الليف نود بقى ايه؟ لما احط ايدي عليها كده هلاقيها فاريبل سايز، واحده سنتي، واحده 2 سنتي، واحده 3 سنتي. هلاقي الشيب والكونسستنسي فاريبل، واحده هارد، واحده سوفت. اهم حاجه ان هو ماتنج توجذر. ايه حكايه ماتنج توجذر دي؟ الكرونيستي في الموضوع بيعمل بارا نودال انفلاميشن اندوس فايبروزز يخليهم يلزقوا في بعض. تيوبيكس لينف نوباسي اليوجوال كورس بتاعها اول هتبتدي فيرم ديسكريت وبعدين هيحصل فلكتويشن علشان البريكنج داون، عارفين البريكنج داون اللي بيحصل في التي بي. مش عايز حد فيكم يقول لا يا دكتور لسه ما ذاكرتش باثولوجي، انا اسف. بعد كده تتحول لبريكنج داون لابسس وممكن يحصل سكين بريكنج، ولو سكين بريكنج في تي بي ليمفاديناميتس مش هيلئم، هيتحول لكرونيك ساينس لانه كرونيك انفلاميشن. اخر حاجه لو اخذ علاج كويس وبتاعه كده هيهيل باي سكارنج. ده السيكوري اللي كان مشهور قوي 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 في اوائل القرن الايه العشرين، لكن حاليا التي بي بيقل ولو التزمت بالعلاج مش هتمثل معاك الفكره دي. المنظر اللي قدامكم ده اسمه كولد ابسس. كولد ابسس از فيري فيري سبيسيفيك كاركترز اوف سيرفايكال ليمفادينوباسي بريكنج داون. سيرفايكال ليمف نودز هيحصل لها تفاعل نتيجه تي بي افكشن، هيحصل بريكنج داون اوف نكروزز للسنتر بتاعها، هتبقى فلكتوانت وشكلها زي الابسس ومنظرها زي الابسس بس هي كولد. كان فين كلمه كولد؟ يعني ما فيش فيها هوتنس ولا تندرنس ولا بين المتعود عليه. كولد ابسس centralization at the breaking down in the center area of the lymph node. It is cold as it shows no hotness. No, مش قول. No hotness or any signs of inflammation except if secondary infection developed. هتبقى inflamed لو secondary infection يعني بكتيريا نطت على النكروز اللي جوه ده. ايه الانفستيجيشن اللي هعمله لو انا شاكك ان العيان اللي عندي ده عنده تي بي ليمفادنايتس؟ هعمله تروبيكلين تيست. هو جود نيجاتيف مش جود بوزيتيف لان كلنا كل الناس اللي في مصر اخدين البي سي جي، فلو طلع نيجاتيف يبقى ده مش تي بي. بايوبسي وسكالتشر ان لابوراتوري انيمالز غينيا بيجز ساعات بتبقى كويسه وساعات من السبيوتم او من اللنج وحوش. تيست كويس قوي دلوقتي بقى اسمه بي سي ار فور انتيجين اوف تي بي، ده اكيوريت جدا. وفي امبليفاي بي سي ار، امبليفاي يعني بيقوي يعني بيامبليفاي الانتيجين علشان يبان التيست بسرعه. هنعمل بلين اكس تشيست لان التي بي كومن في التشيست. هنعمل ديفرنشال وايت سيل كاونت هنلاقي فيه الليكوسايت قليله مش كتيره لكن فيها ليمفوسايتوزس اكتر. طيب كل دي سجستنج، على فكره كل دي سجستنج. البي سي ار هو الوحيد اللي اكيوريت لو طلع بوزيتيف فعلا. تريتمنت اوف تي بي ليمفادنايتس هو تريتمنت اوف تي بي. انا اسف كل الناس المفروض بتيجي لنا بتوصل لنا عارفين التريتمنت اوف تي بي حافظينه لانه درسوه لما شبعوا في الصدريه، انتوا مش حافظينه فمعلش خدوا يعني استحملونا. جنرال ميجرز لازم سان واير واديكوت نيوتريشن لان عاده التي بي بيأفكت المال نايتش لو ستاندرد بوبيوليشن. سيستميك تريتمنت بتدي تريتمنت لمانسز حوالي سنه والتريتمنت بيبقى كومبايند والتفاصيل بتاعته مش هخش فيها. هل هعمل سيرجيكال اكسيجن معلش في حرف ايه غلط؟
هل هعمل سيرجيكال اكسيجن للليمف نود التي بي دي؟ لا يعني قاعده لا، الا اذا شفتوا الا اذا دي في الاخر خالص بعد ما تديله الانتي تيوبركلس تريتمنت لمده سنه او سنتين وحصل ريزيديوال كده ليمف نود مغلسه وعامله كرونيك ابسس ومش بتاع، هشيلها في اللحظه دي اندر كفرج اوف تيوبركلس. بس صدقوني عمري ما هعمل كده، عمري في حياتي ما هعمل سيرجيكال اكسيجن لحد عنده تي بي. انا بشتغل جراحه من فترات طويله. تريتمنت اوف تي بي كولد ابسس، لا ده جراحه بقى. تي بي كولد ابسس، فاكرين المنظر الست اللي عندها كازيشن ماتيريال، ده هعمل له اسبيريشن ويز سيستميك انتي توبركس دراج ولوكال انجكشن انتي توبركس دراج، يعني هشفط الكازيس ماتيريال وححقن بدلها انتي توبركس دراج. الاسبيريشن لازم يكون ان انتي ديبندبل بوزيشن ويكون كاسكيد. كاسكيد يعني ان انا اخش في السكين وامشي تحت في الساب يونت شويه، وبعدين اخش في الفاشيا، وبعدين امشي تحت الفاشيا شويه، وبعدين امشي، يعني اكني كاسكيد. ليه كاسكيد؟ فكروا معايا كده، عشان خايف ان الباس واي اللي دخلت بيه اسبيريت ده يتحول لساينس. اف انفكتد كولد ابسس، يعني بقى اكيوت ابسس، بقى اللي هو اكيوت ابسس العادي، لازم هنا اعمل درينج ويز انتي بايوتيك حسب الكالتشر سنسيتيفيتي بلس انتي توبركلس. خلصنا الاثنين دول اللي هما الاكيو الكرونيك سبيسيفيك والكرونيك سبيسيفيك والاكيوت انفلاميشن اوف ليمف نودز، بس عشان نخلصها لانها السلايد شيب شكلها هربت مني او مش موجوده. الاكيوت بيبقى الليمف نفسه اللي هو الخط بتاع الليمفاتكس لو احمر وبينفل وتندنس في ايدك ده اسمه ليمفانجايتس، ولو الليمف نود نفسها بينفل وتندر وحمرة وهوت دي ليمفادينايتس، والاثنين اكيوت، والاكيوت واضح جدا فيهم وعلاجهم انتي بايوتكس اكوردنج تو امبيريكال في الاريا اللي احنا عارفين ان هي كومون انفلاميشن فيها. طبعا لو كان في سبيسيفيك سايت اوف انفكشن زي ضفرك مثلا في بارونيخيا وده مسبب اكزيلري ليمف نود انلارجمنت، لازم تعالج ضفرك اللي فيه بارونيخيا قبل ما تعالج الايه الاكزيلري ليمف نود. ننتقل للايه للميتاستاتيك ليمف نود واللي هم السبب بتاع نيوبلاستيك بروسيس اوف لوكالايزد ليمفادينوباثي، او السبب الثاني اللي هو الليمفوما. ميتاستاتيك ليمف نود دي بقى مشهوره عندنا قوي 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 قوي، لكن كان في الشرط بتاعتها شورت ديوريشن، الماس اللي عند الراجل ده وعند الست دي بقى لها اسبوع او اسبوعين او شهر بكتير، فيري رابيد بروجريسيف، بتكبر بسرعه جدا، بينلس ميتاستاتيك بينلس، اند سيمبتومز اوف برايمري. يعني مثلا لو كانت الست دي عندها اكزيلري ليمف نود بالشكل ده دور في البريست هتلاقي لمب، الراجل ده لو لقيت عنده انجوينال ليمف نود بالشكل ده دور في السكروتال اريا هتلاقي السر او حاجه وهكذا. ميتاستاتيك ليمف نود ده الهيستوري اللي فات، طب لما امد ايدي عليها كماس كليمف نود هلاقيها هارد، هلاقيها ريجولر، هلاقيها فيكسد، وهلاقيها ساين اوف برايمري، ممكن الاقيه كماس في الدريننج اريا او السر او حاجه. اف يو سسبكت ميتاستاتيك ليمف نود، يعني حاسس ان دي ميتاستاتيك ليمف نود، اوعى تروح تهاجمها، اوعى تروح تعالجها لوحدها، لازم تدور في كل الاريا اللي هي درينجيت عشان تعرف البرايمري الاول. انت لازم تعالج البرايمري والسكندري اللي هي ليمف نود ميتاستاتيك، لكن مش تروح تحط ما كله في ميتاستاتيك ليمف نود. ارياز دريند باي، لو لفت صوبك لافيكولار نود انلارجد اللي هي فيرشيا وليمف نود، هدور فين؟ هدور في الميتاستاين وفي الابدوم وفي الجي اي تي كله وفي البريست وفي اللنج، ويمكن تكون دي هوتشكينج ليمفوما بدايه. لو الاكزيلري نودز كبرت هدور فين؟ هدور في الارم وفي البريست وفي السوركس وفي النك، يمكن تكون هوتشكينج ليمفوما، وادور كويس قوي بقى في الابر ليمب على الميلانوما. ميلانوما يعني ايه؟ حاجه صغيره خالص، نيفا صغيره خالص. انجوينال ليمفنوباسي ادور فين؟ هدور في اللور اكستريمتيز وفي الجينيتاليا وفي الانال كانال وفي اللور ابدومينال وول. Even squamous cell carcinoma of the penis and the vulva هي رير دلوقتي طبعا الحمد لله، لكن ساعات venereal disease يسبب انجوينال ليمف نودز. وما تنساش النون سبيسيفيك علشان بتمشي حافي، يعني انجوينال ليمف نودز خلي بالك ان هي، طب هتفرق ازاي ان هي نون سبيسيفيك اللي هي شيء بسيط والاشوره بتاع كده وان هي ميتاستاتيك؟ فكر معايا كده، النون سبيسيفيك لونج ديوريشن،
small in size, shooty, firm inconsistency. اما الميتاستاتيك short duration, hard inconsistency, fixed. موضوع تاني خالص، ده شكل وده شكل تاني. ميدياستاينال وابدومنال ليمف نود لو انلارجد، وده طبعا مش هتشوفه كلينيك بايديك، هتشوفه بالانفستيجيشن زي سي تي او الترا ساوند. اكتر من 1 سنتيمتر كونسيدر باثولوجيكال، او اي انفلاماتوري بروسيس زي نيمونيا وبرونكايتس ممكن تسببها. لكن ليمفادينوباسي ليميتد ابدومن اونلي، يعني ليمفادينوباسي متشافه بالترا ساوند جوه الابدومن، موست بروبلي ذيس از مالجنانت، دي مش بنايا. ايه حكايه ميتاستاتيك ليمف نود ويز اوكالت برايمري؟ فاهمين كلمه اوكالت برايمري يعني ايه؟ حاجه او بناء، انا مش متاكد. طب اوكالت برايمري يعني ايه كلمه اوكالت؟ اوكالت يعني مخفي او مستخبي. اوكالت برايمري يعني البرايمري تيومر او البرايمري مالجنسي فيري سمول او مستخبي لدرجه ان هو ما بيعملش سيمتومز وما بيعملش مانيفستيشن، لكن في ليمف نود دريننج ذيس اريا كبيره وشوره واضحه. ايه الارياز بقى في الهيدن نيك اللي بتعمل اوكالت برايمري؟ اللارنكس والفارنكس، ممكن يكون عندك تيومرز نص سنتي في 1 سنتي وعامل لك ليمف نودز 5 سنتي في 6 سنتي. بوستيريور سيد اوف ذا تانك، الثايرويد جلاند مشهوره جدا جدا جدا، البابيلا كارسينوما او الثايرويد جلاند بريزنت باي ليمفادينوباسي. هارد طالعه وبيبقى فيها ساينس اوف ميتاستاسيس. ايروي ساينسز، يبقى كل الارياز دي لو انت حضرتك عندك عيان عنده سيرفايكال ليمف نود انت شاكك ان هي ميتاستاتيك، يعني هارد كونسستنسي شورت ديوريشن بيلس، حضرتك لازم تدور في كل الارياز دي. طب في الشيست، ممكن الشيست يعمل اوكالت كارسينوما؟ البروجيك كارسينوما تعمل اوكالت وتبين ميوستانيا ليمف نود وانت مش شايف البرايمري. الاوسوفيجاس يعمل، في الابدوم الجي اي تي كله يعمل، لان الجي اي تي رومي وممكن كوبيس ماس تكون هناك. يوريك تراك زي كيدني والبروستات، الجينيتاليا تيست الاوفري، كل دول ممكن يعملوا اوكالت كارسينوما. الليمس ممكن ميلانوما صغيره قد كده في ابر ليمب واللور ليمب، والميتاستاتيك كبيره قد كده. انا بقول لكم كده ليه؟ لان لو شكيت ان هي ميتاستاتيك دور على البرايمر. unexplained كالسي، انا مش هو في حاجه فوق هنا في قفله السلايد عليا. طيب unexplained lymphadenopathy لازم تيك ات سيريسلي. يعني unexplained lymphadenopathy يعني مش ليمف نود انت قلبك مطمئن ان هي كرونيك سبيسيفيك، او قلبك مطمئن ان هي اكيوت مثلا ابسس او انفلاميشن، لازم تاخدها سيريسلي، ما تمشيهاش ببساطه، لان هي ممكن تكون very dangerous disease. هنا بقى لو انا شاكك ومش قادر اوصل لحل، وعملت انفستيجيشن وعملت الترا ساوند وعملت سي تي ابدوم وتشيست وعملت بي سي ار عشان التي بي وعملت 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 ومش قادر اوصل، وبحثت في الساينس ومش قادر اوصل لدايجنوزس، هنا لازم هاخد بايوبسي. كان بي دان باي سيرجن ميدياستاينوسكوبي اور لابروسكوبي، يعني بسيرجري يعني اوبن او باندوسكوب. Fine needle aspiration not recommended. عارفين يعني ايه fine needle aspiration؟ يعني فصيح. ربنا معاك والله عظيم، انا انتوا مصعبين عليا قوي. Fine needle aspiration يعني ان انا اخد سيلز بس من اي ماس واشوفها تحت الميكروسكوب. السيلز مش مفيده قوي في الليمفادينوباسي، مش هتفيدك. كل اللي هتقوله لك دي شويه ليمفاتكس على الليمفوبروفيتيف رياكشن، ومش هتقدر تقول لك ده مالجنت ولا بناين. فبلاش فايند اسبيريشن من ليمفانوبسي. امال هقدر اخد كور بايوبسي؟ برده مش حلو. كور بايوبسي يعني تشو بنيدل، برده مش حلو. احسن بايوبسي، افضل طريقه بايوبسي لليمف نود از ليمف نود اكسيجن، لاكسيجن بايوبسي. تمام. Ideally, axillary and inguinal nodes are avoided as often demonstrate reactive hyperplasia أو اللي هو non-specific. يبقى لو أنت عندك generalized lymphadenopathy نيك، خد من نيك أحسن. ما لقيتش في النيك خد من الأكزيلا أحسن. ما لقيتش في الأكزيلا روح للإنجوينال وأنت مضطر. تمام؟ complications of surgery for excision of lymph node طبعا of injury of vessels nearby or nerve nearby. ليه الفيسلز هنا هاي انسنس اوف انجري؟ لان احنا قلنا الليمفاتكس والليمف نودز في البريفري ماشيين مع الفينز، وفي الترانك ماشيين مع الارتريز، هما ماشيين جنب بعض مع الفاسكولار سيستم.
فاكرين الكيس اللي انا قلتها لكم في اول مره، اقروها برضو، اقروها تاني واقروها واقروا الاوبشنز، والاجابه الصحيحه هي دي اللي متعلم عليها. اوكي questions. اللهم صل وسلم على محمد. دكتور لو سمحت، يعني هي الكيس اللي فاتت ديت احنا شاكين ان هو كرونيك نون سبيسيفيك صح؟ يعني لو انت مش شاكه في حاجه جامده بس ما تسلميش عليه وتقولي له روح. ليه بقى؟ ده عنده 40 سنه، ده راجل، ده مش طفل صغير. وحتى لو طفل صغير وانت شاكه ان هي كرونيك نون سبيسيفيك برضه هتقشري الام والاب وتقولي لهم هاتوا الواد تاني بعد اسبوعين، لازم اشوفه تاني، لازم اتاكد ان هي بتصغر، لازم اتاكد ان هي بناين كونديشن. تمام. اوكي. يعني لو واحده من الاوبشنز قالت لك اشورنس غلط، ما تختارهاش، ما تختارهاش. ايوه لازم الاوبشن يكون فيها ايه؟ ري اكزامينيشن. دكتور لما هي كانت نفس الكيس دي بس البيريد، هو ايه حكايه الكيس؟ انتوا مهتمين بالكيس ليه؟ لا انا كنا الكيس من دماغك. قصدي قولي السؤال، قولي السؤال. لو هي اكتر من 1 ويك ساعتها الانفستيجيشن اللي هناخدها هتبقى ديفرنت صح؟ والله انا ناسي الكيس اصلا، انا مش حاطط في دماغي الكيس. انت لو شكي، بص صلي على النبي، انتوا بتشوفي الكيس اللي قدامك، انت وصلتي لدايجنوزز اوكي، ما وصلتيش فكري في ايه اللي يوصل لك دايجنوزز. ما تجروش على انفستيجيشن، دماغكم ما يجريش على انفستيجيشن انها تبين لي. اول حاجه راجع الهيستوري تاني، حطي كلينيكال اكزامينيشن تاني، ابحثي في الدريننج اريا تاني، هتلاقي النتيجه، هتلاقي الدايجنوز وصل عندك. دي الاول لسه مخفي عليكي، اعملي شويه انفستيجيشن، برينكس راي، التراساوند اب بتاع لسه مخفي عليكي، اعملي اكسيجن بايوبسي، ده بقى في النهايه. تمام تمام يا في سؤال انا عايز اساله لكم، كام كلمه ولفظ باثولوجيكالي مثلا انا قلته وانتم مش فاهمين معناه، كتير ولا قليل ولا بقيتوا ابتديتوا تفهموا؟ لا يا دكتور معظم الحاجات اعتقد يعني بدات معنيه توصل لنا يعني مع التكرار وكده، وبعض دروس الباثولوجي اللي احنا ذاكرناها برضو بتساعدنا. جميل جميل جميل. وان كان يعني ايه انتوا فاريبل، يعني ايه فاريبل زي البنات؟ يعني انت واحده هتكاتش اب في اسبوع، الثانيه هتكاتش اب في اسبوعين، الثالثه هتكاتش اب في 6 شهور، بس المهم في النهايه كلكم ايه؟ هتبقوا كويسين وفاهمين. اسئله اخرى؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا المحاضره واضحه قوي يا انتوا مش فاهمين حاجه خالص. لسه هنذاكر. لسه هنبص عليها. طيب على العموم شكرا لكم وشكرا لتعاونكم. اللي سجل المحاضره سجلتوها كلها في روت تسجيل وخلوها افيلابل، ابعتوها لي كانت متسجله.